أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وإليكم أهم العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مؤسسة الإقاثة التعليمية. وزير الإعلام في هضبة الدائرة للاطلاع على الأعمال الجارية لتعزيز أجهزة الإرسال التلفزيوني لهيئة الإذاعة والتلفزيون جيبوتي. بيونغ يانغ تختبر سلاحا جديدا عالية التقنية. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرقيلي وفدا سعوديا رفيع المستوى بقيادة وزير الدولة المكلف بالشؤون الإفريقية في المملكة العربية السيد أحمد بن عبد العزيز القطان. وسلم الوزير السعودي لرئيس الجمهورية رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين لدعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في المؤتمر الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في مكة المكرمة وفي 15 من شهر مايو المقبل. وجرى اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من موضوعات ذات الاهتمام المشتركة. وفي سياق آخر، استقبل رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرقيلي صباح اليوم الخميس في القصر الرئاسي رئيس مؤسسة الإقاثة التعليمية الشيخ منصور بن مسلم. وتطرق رئيس الجمهورية مع ضيفه الذي وصل إلى جيبوتي في زيارة إلى الجهود التي تطلع بها الحكومة ممثلة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لتعزيز جودة التعليم بكافة مراحل في جمهورية جيبوتي. كما أطلع الشيخ منصور بن مسلم رئيس الجمهورية أهم البرامج والأنشطة التي تقوم بها مؤسسة الإقاثة التعليمية، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا لها لدعم القطاع التعليمي. وشارك في هذه المقابلة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود. ويشار إلى أن رئيس مؤسسة الإقاثة التعليمية قد زار البلاد منتصف يناير الماضي بدعوة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، حيث أجرى محادثات مع رئيس الجمهورية تركزت حول إقامة خلالها الشراكة الناجحة تمكن جيبوتي من تطوير والتعزيز منظومتها التعليمية. وعقب ذلك رعى رئيس الجمهورية مناسبة توقيع اتفاقية بين مؤسسة الإقاثة التعليمية الشيخ منصور بن مسلم ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في مجال تطوير التعليم. هذا وقام بتوقيع هذه الاتفاقية رئيس مؤسسة الإقاثة التعليمية الشيخ منصور بن مسلم. وجرت هذه المناسبة بحضور أقرب معاوني رئيس مؤسسة الإقاثة التعليمية الشيخ منصور بن مسلم، إضافة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. وأدلى رئيس مؤسسة التعليم الإقاثي بالتصريح للتلفزيون الوطني أعرب فيه عن الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على حفاوة البالقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. نتابع. يشرفني أن أكون اليوم هنا في جيبوتي، في جمهورية جيبوتي، مع الهدف بهذه الزيارة الرسمية الثانية لجمهورية جيبوتي أن نوقع دعوات للمؤتمر الثالث للتعليم المتوازن والشامل الذي سينعقد هنا في جيبوتي، في جمهورية جيبوتي، في شهر واحد وهو يناير 2020، لتوقيع إعلان عالمي للتعليم المتوازن والشامل. وسيوقع من قبل حكومات ومؤسسات المجتمع المدني وأيضا الجامعات والمؤسسات من العالم الأكاديمي. واليوم تشرفنا بمقابلة فخامة الرئيس، بمقابلة حميمة جدا، تكلمنا عن التعاون الذي يجب علينا جميعا كمؤسسات من المجتمع المدني وحكومات وأيضا منظمات أكاديمية في العالم وبالذات في العالم الثالث، أن نكون نموذج تنموي ثالث من خلال التعليم، وذلك بسبب قناعة فخامة الرئيس وقناعتنا نحن أن المستقبل سيكون نتيجة التعاون. فتحدثنا عن
التعاون ما بين المؤسسة الإغاثة التعليمية وحكومة جيبوتي وبالذات أيضا مع معالي وزير التعليم والتربية. من جانبه أدلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بتصريح مماثل علق فيه على الأهداف زيارة رئيس مؤسسة الإغاثة التعليمية في جيبوتي وأبرز الموضوعات التي تم تطرق لها خلال لقائه مع رئيس الجمهورية. نتابع. تمثل الهدف الأبرز لزيارة الثانية للرئيس مؤسسة الإغاثة التعليمية إلى جيبوتي في إعلان رسمي عن تنظيم جيبوتي لمنتدى العالمي الثالث للتعليم المتوازن وشامل، وأنه لشرف وفخر لجيبوتي أن تستضيف هذا الحدث الدولي في شهر يناير من العام القادم. وفي هذا السدد قام كل من رئيس الجمهورية والرئيس مؤسسة الإغاثة التعليمية بالتوقيع على بطاقة دعوة الموجهة لرؤساء الدول وحكومات وكذلك لوزراء التعليم والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية. وانطلاقا من ذلك نبدأ من اليوم الإعلان عن استضافة بلادنا لهذه المنتدى الذي يكتسي بالنسبة لنا أهمية كبرى. برئاسة رئيس اللجنة المالية والاقتصاد للجمعية الوطنية السيد شرماكي موسياري عقد صباح اليوم في سالة الاجتماعات اجتماعا مهما لمناقشة مشروع قانوني يتعلق بمصادقة الحسابات النهائية للمطار الدولي لعام 2015-2016. ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزير التجهيزات والنقل السيد محمد عبد القادر موسى حلم وبحضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام للمطار. وتوقفت الميزانية في الإنتاج أكثر من 3 مليار والإنفاق أيضا 3 مليار، كما لوحد بنتائج إيجابية في هذه الميزانية تصل إلى أكثر من 700 مليون. توجه وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد عبد يوسف سوقي صباح اليوم إلى هضبة داي في شمال البلاد بهدف الوقوف عن قرب على عمليات التركيب أجهزة إرسال جديدة من شأنها أن تعزز البث الأرضي للإرسال التلفزيوني. المزيد نتابع. كان برفقة الوزير سوقي في هذه الزيارة لشمال البلاد الوزير المنتدب المكلف باللا مركزية سيد حمد محمد رامز ومديرة العامة لهيئة إذاعة والتلفزيون بالإنابة السيدة سعاد فارع عطاوي. ومكنت هذه الزيارة الوفد الوزاري من اطلاع عن كثب على ما تم إنجازه على أرض الواقع فيما يتعلق بتركيب أجهزة الإرسال التلفزيوني، أمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توسيع نطاق تغطية التلفزيون الجيبوتي لكافة التراب الوطني. وتجر إشارة إلى أن هذه الجهود التي تقوم بها هيئة إذاعة والتلفزيون الوطني تأتي في مسعى لتمكين السكان من متابعة البرامج والأخبار، وسيتم تشكيل مركز الإرسال التلفزيوني الأسبوع المقبل. وفي كلمة له في هذه المناسبة أشار الوزير المنتدب المكلف باللامركزية إلى أهمية هذه الزيارة للوقوف عن كثب على عمليات التركيب أجهزة إرسال جديدة من شأنها أن تعزز الإرسال الأرضي لهيئة الإذاعة والتلفزيون جيبوتي، موضحا أن هذه الخطوة تعزز كفاءة وجودة البث التلفزيوني لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني، كما أشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير أعمالها وأنشطتها المنوطة بها. وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد عبد يوسف سوقي أدلى بتصريح للتلفزيون الوطني علق فيه على أهداف زيارته لهضبة طاي. المزيد نتابع. ما تهلك محانو صومرني أبو جوغنا إذا عدى سيدي ديبلوغو هبين لها اللوغو دقارسين لها ودنك أوردن. فاتي زيارتنا اليوم بهدف الوقوف عن كسب على الأعمال الجارية لتوسيع نطاق تغطية هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني ارتدي حتى يمكن للمواطنين أينما وجدوا من المتابعة لإذاعة والتلفزيون بما في ذلك المناطق البعيدة. وأن هذه الخطوة تتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. كما تعلمون فقد ناقشنا مؤخرا مع مجلس النواب أو البرلمان توسيع النطاق تغذية ارتدي، واليوم يمكن رؤية ما أنجزه مهندسو وفنيو الإذاعة والتلفزيون على أرض الواقع.
وأود هنا أن أتقدم إليهم بالتهنئة وإشادة، فقد قاموا بتشغيل 2 من الترددات الجديدة مع تعزيز التردد 3 القديم. كما لا أنسى أن أهنئ إدارة الإذاعة والتلفزيون الوطني والقوات المسلحة بقيادة الفريق الركن على ما قدمه لنا من الدعم الخاص فيما يتعلق بنقل الأجهزة والمعدات إلى هضبة ضي. كما أشكر رئيس الجمهورية الذي تكفل بالمبلغ المالي لشراء هذه المعدات المتطورة. وفي شأن محلي آخر، في المحطة 3 من جولة له في الأقاليم الداخلية، قام وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بره يوم أمس الأربعاء بزيارة إلى إقليم عرتا، وذلك على رأس وفد ضم كل من مدير عام مؤسسة ديوان الزكاة السيد سليمان حسين موسى، ومدير ديوان الأوقاف السيد علمي جامع النورة، ومدير إدارة الثقافة السيد دعالي حسن أحمد، وعدد آخر من كبار المسؤولين بالوزارة. هذا وحظي الوزير مؤمن والوفد المرافق له باستقبال نحار وحفاوة بالغة من قبل سلطات أهالي المنطقة وعلى رأسهم والي منطقة عرتا، إضافة إلى منتخبين المحليين لمنطقة عرتا. وخلال هذه الزيارة قام الوزير برعاية حفل توزيع حصيلة الزكاة والدفعة الأخيرة لكفالة الأيتام لعام 2018. وجدير بالذكر إلى أن ديوان الزكاة هيئة تعنى بإحياء ركن 3 من أركان الإسلام. ومن جهة أخرى، ترأس وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف حفلا مكرسا فيما يتعلق بإطلاق السياسة الوطنية المتعلقة بالثقافة. وفي كلمة لوالي عرتا أشاد بالجهود التي تقوم بها الوزارة خلال فيما يتعلق بتوزيع حصيلة الزكاة. نوه وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري أن مؤسسة ديوان الزكاة تعد القاعدة الأساسية والرئيسة لتلقي المساعدات، وقد رأت النور بفضل الجهود اللامحدودة التي يبذلها رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر قيلي. وأشار الوزير مؤمن حسن بري في الوقت ذاته إلى أن نجاح هذه المؤسسة تأتي في إطار الدعم المباشر والمتواصل للسلطات العليا في البلاد. هذا وأطلق الوزير نداء عاجلا للقائمين في جمع الزكاة المنحذرين من مختلف هذه المناطق الداخلية إلى القيام بواجبهم وبجمع الزكاة. في إطار انطلاق أعمال الورشة التوعوية حول تعميم الإرشاد الثقافي الوطني، حث وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري حث المواطنين إلى المشاركة الفعالة بشكل مكثف في التشاورات التي تندرج في إطار عملية إعداد السياسة الثقافية الوطنية، وواضحا في وقت ذاته في الإنجازات التي قامت بها الأمانة التنفيذية في الحفاظ على التقاليد الثقافية للشعب الجيبوتي والأهمية الإرث الثقافي. وقال الوزير إننا أطلقنا في يناير الماضي بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتعليم والثقافة والعلوم يونسكو أعمال إعداد السياسة الثقافية الوطنية، وأضاف قوله أن هذه الاجتماعات شهدت سلسلة من التشاورات وتشخيص التوجيهات الجديدة التي نجمت خلال هذه التشاورات. شاركت وزيرة المرأة والأسرة السيدة مؤمنة حمد حسن أشغال الدورة 5 للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة المنظمة على مدى 2 تحت شعار إعطاء وسائل العمل للسكان وضمان الاندماج والمساواة، ويهدف إلى تقييم التقدم الحاصل والتبادل التجاري في ميدان التنمية المستدامة بإفريقيا وتقديم التوصيات بشأن تسريع التنفيذ أجندة 2030. ويشارك في المنتدى ممثلون من دول الأعضاء في اللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للمنظمة الإفريقية 54 دولة، كما تشارك أيضا وكالات مسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والشؤون المالية والبيئة والمجتمع المدني والبنك الإفريقي للتنمية ومنظمات دولية أخرى. نظمت أمانة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حفل اختتام دورة تدريبية وتوزيع شهادات لصالح طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. المزيد نتابع.
في إطار البحث عن الشراكة لمختلف الأنشطة. الوكالة الوطنية لذوي الإعاقة استقبل مدير وعام الوكالة الوطنية لذوي الإعاقة السيد دعاء سعيد محمود، استقبل في زيارة ودية قائد القاعدة العسكرية الإيطالية قائد أنطونيو كولا، وذلك في مقر الوكالة. وتندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المقدرة التي تقوم بها الوكالة من حماية وترقية حقوق المعاقين لبلادنا. وخلال هذا اللقاء تطرق الجانبان العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها أن تعزز جهود الوكالة في العديد من المجالات، ولا سيما في مجال التدريب ذوي الإعاقة. وتجر إشارة إلى أن الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة تأسست في مايو 2018، وتسعى الوكالة لضمان التكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين في مختلف مناحي الحياة، وتمكينهم من المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والقضاء على كافة أشكال التميز ضد هذه الشريحة من المجتمع. وفي سياق آخر، استقبل مدير عام الوكالة الوطنية لذوي الإعاقة السيد دعاء سعيد محمود رئيسة جمعية البحر الأبيض المتوسط لدعم المعاقين السيدة ميشيل كازانو، ومديرة مؤسسة كاثوليكية بجيبوتي السيدة سيمون بير. وخلال اللقاء تباحث الجانبان جملة من المواضيع المتعلقة بالمعاقين وسبل الكفيلة لدعم هذه الشريحة الأكثر احتياجا من المجتمع، إضافة إلى زيارة المرتقبة للمدير إلى إيطاليا والمشاركة المؤتمر الدولي للبحر الأبيض المتوسط لدعم المعاقين والذي سيعقد في جيبوتي في عام 2020. هذا وقدم السيد دعالي الشكر والامتنان لزيارة هذه المسؤولة ووقوفها جانبا إلى الوكالة الوطنية لذوي الإعاقة. استقبل مستشار رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد محمد آدم وبري نيابة عن رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة، وذلك لقيامه بمهمة عمل في الخارج وفدا سينيا رفيع المستوى من شركة شمس غاز بقيادة رئيسها. وتعد هذه الشركة شركة رائدة في مجال التوفير والتموين السفر، ومقرها هونغ كونغ، ولها وجود في آسيا وأمريكا وأوروبا بقية خدمة السفن العاملة في جميع أنحاء العالم. وركزت المناقشات على اقتراح الاستثمار في بناء وتطوير مجمع التكرير في منطقة الدمرجوك. في إطار مكافحة البضائع المهربة، حصل عناصر الدرك الوطني في مفرزة على معلومات حول بايع للمنتجات الحرفية في ساحة مينليك يقوم ببيع أشياء ثمينة ونادرة للسياح الأجانب، أمثال أنياب الفيل وقذيفة السلحفاة والجلد الفهد. هذا وعصر عناصر الدرك الوطني على هذه البضائع الثمينة المهربة في مخزن لمحل تجاري المكون من 6 أنياب الفيلة بدول تتراوح ما بين 42 إلى 60 سنتيمتر. دوليا لقي ما لا يقل عن 29 شخص أغلبهم من السياح الألمان مصرعهم، بالإضافة إلى إصابة 47 من السياح الآخرين أمس الأربعاء حينما انحرفت حافلتهم إلى منحدر ضيق على الطريق في جزيرة ماديرا البرتقالية. نتابع. أعلن عمدة منطقة سانتو كروز في جزيرة ماديرا البرتقالية مساء أمس الأربعاء مقتل 28 شخصا على الأقل في حادث حافلة سياحية. وأوضح العمدة فيليبي سوسا في حديثه مع محطة برتغالية أنه يعتقد أن الضحايا 11 رجلا و17 امرأة سائحون ألمان. وانقلبت الحافلة السياحية البيضاء التي كانت تقل على متنها 55 من الركاب بصحبتهم المرشد السياحي، بالإضافة إلى السائق في منطقة سكنية بمدينة كانيكي الساحلية في ساعة 6:30 وفق ما قاله فيليب للصحفيين المحليين. وبحسب هيئة الإنقاذ المدني المحلية وقع الحادث حوالي 6:30 بتوقيت المحلي في منطقة جانيسو شرقي الجزيرة. أعلنت كوريا الشمالية إجراء تجربة على نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة في أول تحرك من نوعه منذ بدء المباحثات مع الولايات
المتحدة. وأشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على اختبار السلاح الجديد عالي التقنية حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية. وذكرت الوكالة إلى أن كيم أشرف على اختبار السلاح التكتيكي. وقال زعيم كوريا الشمالية أن هذا السلاح الذي جرى تدويره على مدى فترة طويلة يساعد على بناء دفاع مينغ لبلادنا ويعزز القوة القتالية لجيش شعبنا بحسب الوكالة. وأكدت الوكالة أن كيم عبر عن رضا الكبير وقال أن الاختبار يشكل تحولا حاسما في تعزيز القوة القتالية لقواتنا المسلحة. إلى هنا أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن إصغائي والمتابعة.